دلوقتي هنتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم الماتشات اللي هتتلعب في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فأعلنت وزارة التموين ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة بتخفيضات تتراوح من 20% لـ25%، وده مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، وهيتم عمل خصم إضافي في حالة شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات. النهاردة هتحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفل غنائي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبتفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفني الجديد بحفل يقام تحت عنوان أنغام خالدة يقود المايسترو أحمد عامر. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا، من أهمها مباراة منتخب فنلندا مع منتخب الدنمارك الساعة 7، وبيلتقي منتخب أيرلندا مع منتخب هولندا الساعة 10 إلا ربع. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب ليتوانيا مع منتخب صربيا.